قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، حلقة مميزة بعنوان الزواج المسيحي ومفهوم الاختلاط بين المعمدين وغير المعمدين، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف الأب بشير بدر مدير المركز الرعوي لشؤون العائلة والزواج في مطرنية اللاتين. وقد ناقشت الحلقة شروط إقامة زواج مسيحي صحيح وموضوع الزواج من أجنبي أو أجنبية من غير دين ورأي الكنيسة في الزواج المختلط، إضافة إلى موضوعات أخرى ذات الأهمية. فإلى هناك. طبعا الإنسان المسيحي الحر اللي بيتبع تعليم السيد المسيح إنسان مخلص، فهذا الموضوع اللي احنا بنبحث فيه طبعا هو بالنسبة للكنيسة واضح جدا، لكن المجتمع المحلي اللي فيه الاختلاط اللي بيكون في عدة جنسيات، احنا ما بنحكي بس عن المسلمين، في عدة ديانات أخرى، في عنا في أحيانا بيكونوا مسيحية ولكنهم لا يمارسون المسيح ولا يفقهون فيها شيئا، يعني لكن فقط بالهوية، لكن احنا بدنا نفرق الزواج المسيحي من المسيحية وأيضا الزواج المسيحي من غير المعمد أو من غير المسيحيين بغض النظر شو ديانته. فنحن برجع بحكي، نحن لسنا هنا لنسيء لأحد أو نهين أحد أو نحكي على أشخاص ماذا صح وهذا خطأ، لكن من أجل التنوير والمزيد من المعرفة. نعم دكتورة، ما فحوى هذه الحرية التي يتمتع بها الإنسان المسيحي؟ فهو الحرية فحواها الأساسي والفكرة الرئيسية بالمسيحية هي أن تختار ما بين الخير وما بين الشر. ربنا أعطانا حتى الحرية أن نختاره هو أو ما نختاره، نختار قانون الكنيسة أو قانون العالم، نختار الكتاب المقدس أو أي إشي على الإنستغرام كاتبه أي كوتش كاتبه أي هذا نتبناه ومننسى التعليم الحقيقي وبنصير نسقط هذا على هذا ونعمل ميكس نخلط على عشان إيش نعطي لحالنا تبرير إنه تصرفاتنا والثقافة. يعني اليوم في مقالة حطيناها على النورسات عن هذا الموضوع عن صراع الثقافات، نعم. كيف هذا كله بأثر على الزواج، نعم. يعني اليوم العالم، زمان كانت مشكلتنا بالزواج المختلط دكتورة تكمن في شبابنا اللي بيدرسوا خارج الأردن، نعم. اللي بيتعرفوا على بنات وبناتنا اللي بيتعرفوا على شباب خارج الأردن أحياناً بيكون هندوسي أحياناً بيكون بودو. مرقت عندي بخدمتي بالمطرانية كثير، كان يعني أكثر من اللي أنا بتذكرهم 6-7 حالات مرقت علي إنه يكون أحد الطرفين يا الزوج يا الزوجة له مسلم وله مسيحي وله يهودي، نعم. عنده دين مهادو. وإحنا شروط إقامة الزواج الصحيح ومن بينهم اللي بيكون بين المعمد وغير المعمد الزواج المختلط إحنا بنسميه، بالمسيحية تشترط أنه يدخل الإيمان المسيحي لأنه إذا بقي على دينه لا يخضع لقانون الكنيسة. الكتاب المقدس يتكلم عن تحريم صارم وبدون استثناء كما يقول معلمو القانون أمثال فراري ودومينوس وجوستينو وبيانكي وغيرهم، نعم. وشراح الكتاب المقدس، وهذا التحريم يظهر قلق الشعب المختار من الارتباط مع الشعوب أو الزواج من الشعوب الأخرى، وهذا النهي كان طابعا لا يمكن تجاوزه كما جاء في سفر الخروج مثلا 34 من آية 10 إلى 16 يتكلم بنص صريح لا تأخذ من بناته لبنيك ولا تأخذ لابنك من بناتهم، والغرض منه هو الحفاظ على سلامة الإيمان. بماذا أنت تؤمن؟ يعني اللي بيحدد، وزي ما احنا معمدين كأطفال وتعمدنا وحاملين هذا هاي الذخيرة اللي فينا من خلال هذا سر العماد اللي هو الروح القدس حال علينا، يعني صعب زي ما خبرتك أبونا، نحن أصبحنا هياكل الروح القدس، فكيف علينا أن نخلط هذه الهياكل بهياكل لا تؤمن بهذا الروح القدس؟ أما إذا صار في إيمان بهياكل الروح القدس بهيكل الحر، يجي واحد من غير معمد يقول لك أنا أؤمن بعقيدتك وأنا أؤمن مثلا كمسيحي أنا بالسيد المسيح وأؤمن بالثالوث المقدس وأؤمن بالروح القدس،
أؤمن بهذه العقيدة إيمان خالص فيها، ويعمد حتى لو كان هو من دين آخر أساسه، عائلته، عشيرته إلى آخره، حتى إجا اعترف بهذا الإيمان وتعمد، ممكن الكنيسة تقبله الزواج الكنسي حتى لو هو من خلفية غير مثلا أهلهم، مش طبعا على اتفاق. إحنا بنقول هذه الحرية، نعم، لما أنا أقدر أني أخذ خيار بحياتي أني أختار على المذهب اللي أنا بدي أؤمن فيه.